السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا حلقة جديدة من حلاش نتعلم حلاش نحافظ على الماتريال ديالي. مرحبا بكم في صفحة محبي سيد القصبة. عواشر مبروكة ورمضان مبارك سعيد، الله يدخل لكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. بالنسبة للحلقة ديال اليوم غادي نهضر سيدي على حلاش غادي نحافظ على الخراس ديال القصبة ديالي. بالنسبة للخراس اللي ماشي حاجة ضرورية في القصبة، لأن إلا ما حافظتيش عليهم ومشيتي ما صليتيش فيهم وما درتيش لهم المانتونونس ديالهم اللي خاصو يدار لهم، راه نهار توقف عليهم راه تقدر تهرس ليك شي وحدة. علاش؟ حيت بالنسبة لي زانو هو الخرس، بالنسبة للخرس ديما هاد الحديدات ديالهم تيصديو ولا ما حافظتيش عليهم، يعني وشي نهار غادي تهرس لي كيما غادي نوريكم ان شاء الله في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للخرس المشكل ديالهم الوحيد هو الصدى. بالنسبه للجوا، هاد الجوا ديال القصبه، الجو ديال القصبه حتى هو عامل من العوامل اللي كتخلي الخرس يصديو. بالنسبه لهاد الجوا هذا فاش يكون امبيرمياب، يعني ما تيدخلش الماء وما تيشربش الماء، هو اللي تيشد هذيك ليميديتي، كيخلي ليميديتي في هذاك الخرس. كما غادي نشوفوا انتم هذا الخرس دابا هنايا، هذه ترسات غادي بانيت هذه الباح في البحر واحد جوج دقائق باش دي بانات، يعني دغيا دي بانيناها وصافي. المهم والسبب ديالها هو ترسات. وبالنسبه للهرس ديالها هي من مارس، انا غادي نحيد السبيب دابا وغادي نوريكم بحالاش منين ترسات. بالنسبه لهاد لي زانو، يعني خصك ضروري تبقى تني طويه كش ما بانت لك ولات خزيه بليميديتي، يعني وتفاديا باش ما تخليهاش تخزز وتصدى. يعني حب هذا لو دير شي جوا يكون توب عادي، لا ما تعذب راسك تمشي تشري جوا جديد ولا شي حاجه. غير ما كندير الخياطه موجودين عطاهم الله، شوف شي توب يكون زوين ويكون قطن تشرب شي شرب اسميتو، منها غادي تمسح بيه القصبه فاش تسالي، ومنها يعني عصفوراني بحجر واحد، يعني هو اصلا غادي يمسح لك ليميديتي وغادي يرقي لك القصبه وغادي يحافظ عليها. وزياده على ذلك يعني راه غادي يشرب هذيك الرطوبه اللي كاينه في القصبه. لا القصبه ككل ولا لي زانو، كل واحد على حده. دابا بالنسبه لهاد لي زونبان، انا هادو دابا باش تنديباني غالبا باش تنديباني، وهادي يعني بالنسبه للناس اللي كتلقى مشكل انه يديباني راسو في شحال من حاجه، ماشي في الخرص حتى في الماكينه ولا في سميتو. يكفي ان تكون عندك غير كولا ولا سبيسيال قايد حرش، تكون شي قصبه تكون قديمه بحال هاد لانو. هذا لانو هذا هو راه مهرس ولكن ما لحتوش. علاش؟ حيت انا كنخدم بيه. باش كنخدم؟ كنخدم بهاد البودر ديالو. بالنسبه للبودر اللي شي عنده شي بالنسبه، ماشي غير الخرص ديال هذا، حتى هذاك اللي تيجمع الخيط ديال اللي تيكون في الماكينه، كل واحد شنو تيسميه. بالنسبه لهذاك اللي تيكون تيجمع الخيط، شحال مره كيتهرس ليا في البحر ما تلقاش باش نديباني، خاصك واحد جديد. يكفي ان تكون عندك غير كولا ومورسو ديال القصبه. هذا المورسو هذا غتحكو بقاعد حرش، غديرو في البلاصه المراد، يعني انك تفيكسيها وتلصقها هذيك البودر مباشره، كتحط عليها الكره كتولي تتلصق، يعني بودر ديال القصبه، بودر ديال القصبه هاي الحرش الكره سبيسيال. هذا دابا ان شاء الله غادي نديباني، هذا غادي دابا هذا خاصها تلصق مع هادي، غادي عندي لا كره سبيسيال تنقادها، وهاد الهرسه هادي غادي نعمرها بهذاك البودر وغادي ندير عليها كره سبيسيال وغادي تشوفوا النتيجه. بالنسبه للكره سبيسيال تديرها في اللون حتى كتقاد المسائل، يعني داكشي اللي بغيتي تقادو كتقادو، عاد تدير البودر وديك الساعه البودر راه تدير الخدمه ديالها، كتقولي الحاجه ما باقيش كتهرس. شحال من مره انا خدمت بها مرارا وتكرارا والحمد لله كتعطي نتيجه، والنتيجه ديالها زوينه. كاين البودر، و الا لقيتي كاع شي بودر غليظ، كاين شي دي بياس ديال لافوند، الا لقيتي حبه دالو تلقى هذوك ديال لافوند، هذوك مزيانين نتا هما باش كدير ليهم
باش كتدير الكولا سبيسيال على داك البودر ديال لا فوند، تيعطي نتيجة زوينة. يعني جربته مرارا وتكرارا، كيعطي نتيجة زوينة. بالنسبة لي سالسات لي القصبة، ادعي خارج عن الموضوع ديال الحلقة اللي هو الخرس، هادي غير بالنسبة للناس اللي تترس لهم القصبة. بالنسبة للناس اللي كترس لهم القصبة، مابقاش تلوحو القصب ديالكم، غتخليها، لأن القصبة ديك تقدر تخدمها، كتبغي غير شوية ديال الوقت يمكن لك تخدمها. بحال هاد لانو هذا القديم، تقدروا تخدمو بيه هاد لانو هذا اللي هو جديد. لا رب شي نهار تهرس ولا شي حاجة، تنشدو مرصو من هذا، تنخشيو وسط هذا، وتنديرو ليه كولا سبيسيال، وتنعاونوه بالبودر ديال هذا فهداك لانتيغفال فهاديك الخوية، تنخدمو مزيان بهاديك البودر، تنديرو هاد المورصو ياك، مورصو من هذا تنديرو وسط هذا، وتنديرو كولا سبيسيال، وتنزديو باش تيتزدا، وتيكون هذا وسطو، تتبقى لنا داك واحد الفراغ، إلا ما عرفتيش تخدمها غادي يبقى لك هداك الفراغ، وإلا ما بقاش لك هداك الفراغ، يعني وبغيتي تخدمها يكفي أنك غادي تشد نفس الخدمة اللي شفتو البارح ديال الخرس، اللي درنا للخرصة. هاد الخرصة هادي، هاديك الخدمة اللي خدمنا هي اللي تنديرو في الزدية، وفاش تنديروها في الزدية، هاد الخدمة ديال هاد الخيط اللي درنا هنا، هي باش تنخدمو نفس الهرسة، وتتعطينا هادي تتعطينا غير واحد لافورس في الزدية، هادي كتعطينا لافورس من الداخل، اللي هي المورسو ديال القصبة اللي درنا من الداخل، تعطينا لا فورس من الداخل، وفاش كنا نديرو هذا تتعطينا لا فورس من برا، وفاش تنساليو تنديرو لها كولا سبيسيال من الفوق باش تشفينا باش ما يتكلش لينا الخيط. واخا دابا غادي نرجعو للحلقه ديالنا اللي هي كيفاش نديباني راسي الى ترست لي خرصه، او كيفاش نحافظ على الخرص ديالي من التلف. بالنسبه للخرص اللي كيكونوا يعني هي اللي بغيتي تصديو، الى جاب الله ولقيتي الخرصه ديالك صدات، يكفي انك شويه ديال الخل، شويه ديال الحامض، وكلينيكس، شويه ديال الخل، الخل ولا الحامض، وكتشدهم كاين الخل والحامض بجوج، راه ديرهم بجوج ما كانوش، راه كتكتفي بواحد، وكتحك الخرز ديالك بسميتو. ولكن المره الجايه تفاديا باش ما تبقاش في هذاك الميديتي وفي هذاك سميتو، خاصك شي توب يكون شي بوشيطه ديال القصبه، تكون توب تكون كتشرب هذيك الميديتي باش ما تطيحش في هذاك هذاك الصدى، وما يتهبش لك لانو ديالك. ايوا هذا ما كان الاخوان، انا غادي ندير واحد البوز، نعاود بما نريكشي في لاكان، نريكشي في هاد لومبان اللي كاين عندينا، وانا معكم ان شاء الله باذن الله. مرحبا اخوان، نكملوا الفيديو ديالنا. بالنسبه للانو اللي كنا كنهضروا عليه قبيله، ها هو بريبارا، شفتو ها هو قبيله كان مهرس، هو بريبارا. بالنسبة للبودر شتي كي كتولي، إذا كان إذا بانت ليكم مزيان هي البودر كتولي، ولكن كتكون حرشة ياك. بالنسبة لهاد القاع الحرش، هاد غلات شي شوية، هو باش نحكو هاد الصباغ تعطينا هاد البودر. بالنسبة لهذا هو باش نفينيو هاديك الحرشية اللي كتبقى أي حاجة صوبناها بهداك الكولا سبيسيال وهاديك البودر ديال القصبة. هادي هي النتيجة، وتفاديا لهاد الاعطاب اللي كتكون تقنيه، كتكون حتى كتبغي تصيد عاد كيوقع لك شي عطاب ولا شي حاجه، داكشي علاش خاصنا ديما ريباريو الماتيريال ديالنا قبل، نفيريفيو قبل، وما فيها باس الى كما قلت وكان عاودت ونعاود نكرر. بالنسبه لي زانو ديالنا نعاودو نتهلاو فيهم، لانه اخيب حاجه هي ملي مازال ملي كدير ليك لومبان في الاول ماشي مشكل، ولكن ملي كتفرشها مع الحوت وتارس ليك شي انو ولا شي حاجه، ما كتولي كضرب حساب اللانو، كتولي كتقل ما كتعرف واش ضرب حساب اللانو ولا الحوته، تما فين تيطلع ليك الدم وكتقول علاش ما ريباريتش الماتيريال ديالي. ما فيها باس بان نبقى ريباري الماتيريال ديالو مره قبل، ديما هو احسن حاجه هي تريباري من ورا، ديما من ورا المشي ديال البحر، تجي سارع واحد النهار يومين تكرفسي عييتي، جي دوز واحد يومين تسارح مع راسك وعاود ريباري الماتيريال ديالك. بالنسبه لهاد الحروشيه، هاد ديك البودر كتخلي لنا واحد الحروشيه، ماشي مشكل هاديك الحروشيه راه باغي غادي تكفينا بهاد الحرش ديال الزيرو.
دابا هنا فاش نبدا نحك كتبدا تطلع هذيك الغبره البيضاء، هذيك البودر رقيقه شي شويه، هذيك ماشي مشكل، انسالي غادي ندوز عليها واحد هاد القطره ديال الكولا سبيسيال صافي، ما كتبقاش تبان هذيك البيضيه صافي، كيرجع لانو خدام. واصلا هاد لانوات ديال الكربون راه ديجا هضرنا عليهم، خاصك ديما ما حد لك صبه جديده دير دير لهم سميتو دير لهم كولا سبيسيال في الجناب، باش هاد البديعه هادي حتى الا طاحت لك القصبه ما تتعبش. هذا ما كان الاخوان، وكنشكركم والله يجيب الحوت القصب كاين وماتيريال الموجود، الله يجيب الصحه والسلامه والحوت، الله يسخر الاخوان، مرحبا وسهلا، وبشر مبروكه.